أهلا بكم. أكدت مصادر قانونية في صنعاء حالة ميليشيا الحوثي ملفات 10 صحفيين مختطفين لديها منذ أكثر من عامين إلى النيابة الجزائرية المتخصصة. واستنكرت نقابة الصحفيين في بيان لها مسلسل الانتهاكات المستمر بحق الصحفيين مطالبة بسرعة الإفراج عنهم. ورفضت النقابة مثول الصحفيين أمام المحاكم في صنعاء كونها تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش قضية الصحفيين المختطفين في محورين: الأول حجم الانتهاكات بحق الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الانقلاب، والمحور الثاني عن آليات الدفاع عن الصحفيين وطرق الإفراج عنهم. يعاني الصحفيون بشكل عام من فقدان وظائفهم والتهديد المتواصل لحياتهم، إلا أن معاناة الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي أكثر كارثية، حيث يقبعون منذ أكثر من عامين في الزنازين دون تهم حقيقية، ويواجه بعضهم عقوبات بالإعدام، بينما تؤكد تقارير دولية تعرضهم لشتى صنوف التعذيب، بالإضافة إلى تحويل ملفات بعضهم إلى المحاكم الانقلابية بتهم العمالة للخارج. الصحفيون المختطفون لدى الميليشيا طبيعة الانتهاكات وآلية الدفاع عنهم، هذا ما سوف نناقشه في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي. الثمن الباهظ لحرية الكلمة والموقف يدفعه العشرات من الصحفيين والمئات من الناشطين السياسيين والآلاف من مناهضي الانقلاب الميليشياوي في سجون الميليشيا بصنعاء. 10 صحفيين أحيلوا إلى المحكمة الجزائية في العاصمة المنكوبة بانتظار محاكمة لا أساس دستوريا لها، بقدر ما تبرهن على حجم الخراب الذي لحق بالدولة ومؤسساتها وبالنظام والقانون منذ أن سقطت صنعاء بيد هذه العصابة الميليشياوية. نقابة الصحفيين رفضت في بيان لها إحالة ملفات الصحفيين 10 المختطفين لدى ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ أكثر من عامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وجددت مطالبها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين. واستنكرت النقابة ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وتنكيل منذ أكثر من عامين، ابتداء بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والعناية الصحية، إلى جانب منع الزيارة عنهم وإبقائهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية. إجراءات قمعية شاملة ضد المعتقلين والمخفيين قسرياً استدعت هذه الوقفات المتتالية لأمهات المعتقلين اللائي واجهن بإجراءات قمعية قاسية لمنع وقفاتهن وإسماع أصواتهن للعالم. بيمرضوا داخل السجون، ما بيش معهم لا طبيب ولا بيخلونا ندخل العلاج الفيه داخل، جلمه هكذا، وهم عيالنا أخذوا من بيوتهم من أعمالهم من قدام عيالهم وزوجاتهم، ما عملوا شيء ولا في عليهم أي تهمة، جلمه هكذا يعني، يا إما سجنوهم وسجنوهم سواء ولا خرجوهم، خرجوا عيالنا. لم تمضي سوى أيام على إطلاق سراح الصحفي البارز عبد الرقيب الجبيحي بعد سجن دام عاما وحكم ظالم بالإعدام صدر بحقه دون تهمة واضحة، لتأتي هذه الممارسات القمعية الجديدة بحق الصحفيين 10 ولتضاف أيضا إلى جريمة المحاكمة الاستثنائية التي تستهدف حاليا 30 ناشطا سياسيا مناهضا لانقلاب الميليشيا. حجم الانتهاكات التي تطال حرية الكلمة على أيدي الميليشيا في اليمن لا تزال في إطار الانتقادات المحلية المحدودة، ولم تصل بعد إلى مسامع العالم بشكل كافي، على نحو يرسخ اليقين بأن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه وضعا هو الأسوأ على صعيد الحرية العامة ضمن قائمة طويلة من الخسائر التي لحقت بهذا الشعب منذ الانقلاب على دولته وحتى اليوم. نبدأ النقاش مع ضيفنا نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. ما يزال وضع الصحفيين بشكل عام مأساوي والصحفيين المختطفين أكثر كارثية بشكل خاص، هل ممكن أن تعطي المشاهد صورة موجزة عن وضع الصحافة والصحفيين في البلاد؟ بالطبع، عندما نتحدث عن الصحافة في اليمن فنحن نتحدث عن أكبر كارثة حلت بالحريات الصحفية منذ أن عرفت اليمن المطبعة والصحافة والأقلام. ما يحدث هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، رغم
الانتهاكات المتكررة التي نفذتها الميليشيات خلال الأعوام الماضية والتي وصلت بالمئات، يعني قرابة 305 حالة انتهاك خلال عام 2015، إضافة إلى أكثر من 215 حالة انتهاك في عام 2016، وفي النصف الأول من هذا العام هناك أكثر من 130 حالة انتهاك خلال النصف الأول من عام 2017، وما زالت الانتهاكات مستمرة حتى الآن. هذه جريمة تعد من أبشع جرائم ضد الإنسانية، باعتبار أن الحريات الصحفية هي يعني محمية بالقوانين الدولية. الميليشيات جعلت اليمن في الدولة الرابعة الأكثر خطراً على الصحفيين وحياة الصحفيين في العالم منذ أن دخلت إلى العاصمة صنعاء. الشهداء يتساقطون، وصلوا إلى 23 شهيداً. الاختطافات بشكل مجتمع وصلت إلى 150 حالة اختطاف للصحفيين، بعضهم اختطفوا أو أغلبهم اختطفوا لفترات مختلفة وتم الإفراج عنهم، وبعضهم لا يزال معتقلاً حتى الآن. قبل يومين تم الإفراج عن الصحفي الكبير عبد الرحيم محسن وهو في حالة صحية مزرية جدا، ولعلكم شاهدتم الصور التي خرج بها الأستاذ المخضرم يحيى عبد الرقيب القبيحي من سجنه بعد عام ونصف، وهو ذو يعني الذي عمره يزيد عن 60 عاما ومصاب بالربو. لعلكم شاهدتم الصور يعني المؤلمة لهذا الخروج، رغم أنه خروج مشرف لأنها الشرف للصحفيين وللأقلام الحرة. الآن تم إحالة 10 من الصحفيين إلى المحاكمة. في هذه النقطة كنت أود التعرف على وجهة نظركم في النقابة بالنظر إلى هذا التطور، إحالة ملفات 10 من الصحفيين المختطفين لدى الميليشيا إلى محكمة أمن الدولة. نقابة الصحفيين موقفها واضح منذ البداية إزاء أي محاكمات هزلية وغير قانونية، وترفض رفضا تاما هذه المحاكمات، وأيضا هذه المحاكمات هي إجراءاتها غير قانونية، إضافة إلى أن الميليشيات ليست سلطة قانونية وليس لديها أي إجراءات قانونية ضبطية أو قضائية أو أمنية أو إدارية، وبالتالي ما يصدر عن هذه المحاكمات لا نعترف به من الآن. عليهم أن يبلوا حبر أو أوراق هذه الأحكام ويشربوا ماءها، لأن هذه الأحكام وفق القوانين والدساتير المحلية والعربية والدولية تعتبر لاغية، لأنها صادرة عن ميليشيات ليس لديها أي سلطة حقيقية أو شرعية. هي المحاكمات الآن هي محاولة لشرعنة عملية اختطاف الصحفيين واعتقالهم خلال الفترات الماضية، كما أننا نحذر في نقابة الصحفيين بأن كل من سيشارك في هذه المحاكمة الهزلية وفيها من النيابة العامة أو القضاء أو في السلك القضائي الذين سيكونون ضمن الانتهاكات أو ضمن الأشخاص الذين يقومون بانتهاك حريات الرأي والتعبير. أضيف إلى ذلك أن هذه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، أمام محكمة تعني بقضايا الإرهاب، وبالتالي ليست مختصة. حينما نتحدث عن كل الإجراءات، إذا ما تحدثنا عن الإجراءات القانونية فهي إجراءات أولا كانت كلها غير قانونية وغير إدارية وغير ضبطية، إذا تحدثنا على الجانب القانوني، ومع ذلك كل ما حدث ليس قانونا. لا تم اختطافهم من أماكن أعمالهم، من منازلهم، تم إخفائهم قسريا لفترات طويلة، تم تعذيبهم، أيضا لم يعرضوا على المحاكمة. القانون واضح، إذا كانوا يريدوا شرعنة هذه الإجراءات القانونية هناك 24 ساعة ثم إحالتهم للنيابة. الآن لهم أكثر من سنتين ونصف وهم في المعتقلات يتعرضون للتعذيب ويتعرضون لشدة، بل أن الكثير منهم مصابون بالأمراض وترفض الميليشيات عرضهم على الأطباء. نحن في نقابة الصحفيين، الاتحاد العربي للصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، كل المنظمات الدولية ترفض رفضا باتا مثل هذه المحاكمات، وترفض أي محاكمات ليس لها أي أساس قانوني. وطلبنا واضح، سرعة الإفراج الفوري عن الصحفيين دون قيد أو شرط، بل ومعاقبة كل من قام بالانتهاكات. حينما تعود الدولة ستقدم ملفاتهم للقضايا كل من قام بانتهاك حرية الصحفيين، وبالتالي القانون الدولي يقول أنه لا إفلات من العقاب ضد أي منتهك. طيب أستاذ نبيل، هذا بالنسبة لموقفكم، لكن ماذا عن الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لوقف أو منع هذه المحاكمات التي وصفتها بالهزلية؟
هناك أولا فريق قانوني لدى الصحفيين المختطفين يقوم بهذه المهمة، لكن في يعني أن نكون واضحين، من الذي سيقف أمام ميليشيات لا تعرف لا القوانين الإنسانية ولا القوانين الدولية ولا القوانين المحلية ولا تعرف حتى الأخلاق؟ كيف سنقف أمامها؟ حينما حكمت على الأستاذ يحيى عبد الرقيب القبيحي كان الأمر مؤشر واضح بأن هذه ميليشيات همجية حتى لا تعرف التعامل مع القانون، يعني محاكمة سريعة لمدة 10 دقائق لم يترك له حتى الدفاع ولا لهيئة الدفاع أن تتحدث، لم يكن فيها أدنى أي يعني أدنى مقومات أي محاكمة، فمبالك بمحاكمة تقيمها ميليشيات. الأمر واضح جدا، هناك تهم مطاطية، تهم العدوان، تهم الإحداثيات. أنا الآن هي المحاكمة لم تبدأ، لكني سأقول لك ما هي التهم التي سيلفقها للصحفيين، الإحداثيات وإرشاد العدوان وما إلى ذلك من التهم المطاطية أو التهم الغبية التي يعرف الجميع بأنهم يريدون شرعنة قضاياهم وشرعنة عملية اختطافهم. كنا على علم منذ فترة، منذ أن كان البداية إلى التحقيق معهم أو محاولة إرغامهم والتحقيق معهم وتصويرهم أيضا وأخذ منهم اعترافات بالقوة، كان الأمر واضحا بأنهم يريدون أن يقولوا للعالم أننا دولة وأننا حناهم إلى محاكمات. أي منظمة دولية أو أي دولة ستقبل بأن يكون هناك محاكمات بعد 2.5 سنين من الاختطاف؟ هذه جريمة لا يجب السكوت عليها. أما تلك المحاكمات فهي يعني وجودها مثل عدمها، ولا أحد يعترف بها أبدا. طيب، وشارك معنا بالنقاش عبد الباسط القاعدي زميل الصحفي وأخو الصحفي عبد الخالق القاعدي المختطف لدى الميليشيا. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا. صلاح القاعدي وليس عبد الخالق القاعدي. صلاح. طيب أستاذ عبد الباسط، بداية لو تضعنا أمام صورة واضحة لآخر المعلومات لديكم عن الوضع الصحفي للوضع الصحي لشقيقكم المعتقل لدى الميليشيا، وماذا عن طبيعة التعامل مع الميليشيا من قبل الميليشيا معهم في السجن هو وزملائه؟ طبعا الأخ صلاح يعاني من وضع صحي ونفسي سيء مؤخرا، يتصادم الشعر من وجهه نظيف نتيجة لعدم تعرضه للشمس، ويبدو أن أمراض جلدية تسبب فيها عدم تعريضه من الشمس ولأشهر كثيرة. الأمر الآخر أيضا هناك مشكلة صحية في السمع بالنسبة لأخ صلاح، ويكاد يزيد السمع في إحدى أذنيه، ورفضت الميليشيات عرضه على الطبيب أو حتى رفضت إدخال العلاج الذي تم شراءه من قبل الأهل. مؤخرا منعت الميليشيات السيارة عن صلاح وعن الزملاء تقريبا منذ ما يقارب 3 أشهر، سمحت قبل أسبوعين بزيارة لمستشفى الطيعة ثم عادت للمنع مرة أخرى. الآن الوالد في صنعاء منذ أسبوعين لم يتمكن من زيارة صلاح، أختي أيضا في صنعاء لم تتمكن من زيارة صلاح، منعت قبل 3 أيام والوالد منع قبل يوم. وكما قلت لك الوضع الصحي والنفسي سمع للغاية بالنسبة لصلاح ولكافة المختطفين الصحفيين، كون التركيز على الصحفيين من قبل الميليشيات أكثر من يبدو أنه أكثر من بقية الميليشيات المختطفة، يعني لأنه الميليشيات تتعامل مع الصحفيين بخصومة عالية على اعتبار أنهم يمثلون، يعني تخيل أن الصحفيين أن الميليشيات تنتقم من كل الصحفيين الذين يعني يناهضونها من هؤلاء العشرة المعتقلين في السجن، يعني هؤلاء العشرة الآن يتحملون يعني غضب وعدوانية الميليشيات من بقية الصحفيين في كل أفقاع الأرض، يعني الصحفيين اليمنيين اللي يتوزعون في كل أفقاع الأرض. طيب أستاذ عبد الباسط، ما تحدثت به من معلومات عن الوضع الصحي لصلاح، هذه المعلومات وصلتكم خلال كم من الزمن؟ يعني فترة قريبة أم أن تتحدث عن معلومات سابقة ربما قد يكون هناك تطورات لحالته الصحية والزملاء؟ بالنسبة لمسألة السمع تقريبا لها أكثر من 4 أشهر، وبالنسبة لتصادق الشعر من وجهه بسبب يبدو مصاب بثعلبة لعدم تعرضه للشمس تقريبا قبل أسبوع أو أسبوعين وصلتني هذه المعلومة. طيب الآن بالنسبة على ماذا تعتمدوا في ظل رفضهم لأهالي الصحفيين المختطفين بالزيارة؟ على ماذا تعتمدوا للاطمئنان على وضعهم الصحي وتطمئنون أنهم ما زالوا على قيد الحياة على الأقل؟ هناك أحيانا يسمحوا لزميل من الصحفيين بالزيارة بينما يمنعوا الزملاء الباقين، ويعني يتم يعني الحصول على المعلومات من خلال هذه الزيارات المتقطعة.
يعني الاسبوع الماضي تقريبا سمح بالزياره للاخ لاحد الصحفيين، يعني لاحد الصحفيين لا داعي لذكر اسمه، ويعني تخرج مثل هذه المعلومات. وبالنسبه للمشيات نحن لا نراهن على شيء على الاطلاق، لا على اخلاق، لان هذه المشيات بلا اخلاق ولا على ضمير ولا على مسؤوليه ولا على قانون ولا على دستور. يعني النضال هو الذي يمكن ان ينتزع لهؤلاء الصحفيين حقوقهم، ومثل ما قال الزميل الأسيدي يعني قبل قليل أن هذه الميليشيات حين سلقت محاكمة هزلية للزميل عبد اللطيف الجبيحي وحملت تهم العالم، وبعد فترة يعني أعلنت أنها عفت عنه، يعني تحاول أن تصنع انتصارات وهمية بتهم باطلة هي تدين نفسها أكثر مما يعني تدين هؤلاء الصحفيين. طيب سأعود لك أستاذ عبد الباسط، أعود مرة أخرى للأستاذ نبيل الأسيدي. أستاذ نبيل، الآن هناك ربما رغم كل ما تقومون به في نقابة الصحفيين، لأن هناك عتب ربما من قبل البعض ويصف ما تقوم به النقابة بأن هناك ربما ضعف في إيصال الصورة واضحة للمجتمع الدولي حتى تكون هناك مزيد من الضغوط على الميليشيا، ما ردكم؟ بالفعل معهم حق، يعني صحيح أنه الكارثة هي أولا أكبر مما تتحمله نقابة الصحفيين أو ما يتحمله حتى جهة معينة، لأنه نحن أمام هجمة شرسة أمام الوضع الصحفي، إضافة إلى أن الوضع في اليمن هو وضع معقد بالنسبة لكثير من المنظمات الدولية. أنتم تعرفون الكارثة الإنسانية التي حلت في اليمن، كارثة الحرب أيضا، قتل المدنيين، الكوليرا، المجال التعليمي، الكثير من الأشياء جعلت اليمن يعني معلومات كثيرة. بالإضافة إلى أن أحب أن أشير إلى نقطة مهمة، أن نقابة الصحفيين هي أيضا تعرضت للتدمير والانتهاك من قبل الميليشيات، يعني أعضاء المجلس إما مشردون في الداخل أو مشردون في الخارج، عليهم الكثير من الضغوطات، اقتحموا منازلهم، إضافة إلى أن نقابة الصحفيين أغلقت في العاصمة صنعاء وهي الآن مفرغة تماما، ليس لديهم أي رواتب حتى الآن. تم إيقاف ميزانية نقابة الصحفيين في مدينة عدن التي كنا نعول على أنه يتم التحرك من خلالها، من خلال محافظة عدن أو من فرعنا في النقابة في عدن، لأن يكون المركز الرئيسي بديلا عن صنعاء. وجدنا أنه ما يعني منذ دخول الحكومة الشرعية إلى عدن وما زال المقر مختطفا أو مسيطرا عليه من قبل ميليشيات تتبع المقاومة في عدن، وبالتالي نحن نحمل الحكومة الشرعية المسؤولية، وما زلنا نطالبها بإعادة مقر نقابة الصحفيين. وكان لنا لقاء مع وزير الإعلام مؤخرا قبل أيام، ووعدنا بإعادة مقر النقابة، لكننا نازلنا ننتظر. هذه الوعود نتلقاها منذ عامين ونصف. أضف إلى ذلك أن الكادر النقابي في الصحافة في النقابة الصحفيين أصبح منعدما، لأن الجميع يخشى من سطوة الميليشيات. نحن نعمل بجهودنا الذاتية، نعمل بقدراتنا، كل منا يعمل في مجاله. أيضا حاولنا بالتواصل مع الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لعقد الكثير من الندوات، وصلنا الى جنيف والتقينا بالعديد من المنظمات، التقينا بالمقرر الخاص المعني بحريه الراي والتعبير، التقينا بالعديد من المنظمات الدوليه كأمنيستي وغيرها من المنظمات المعنيه بالحريات الصحفيه، وحاولنا تقديم الكثير من الملفات للصحفيين وتسجيل الحالات. لكن هناك بالنسبة لليمن، اليمن دولة مهمشة حتى في مجال الحرية الصحفية. في أحد الندوات قلت لو قتل هذا العدد من الصحفيين في أي دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد، لكننا نعم يعني مظلومون حتى ونحن تنتهك حقوقنا فنحن مظلومون. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل السيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين. أعود للأستاذ عبد الباسط القاعدي. أستاذ عبد الباسط، كيف تتابعون التطور الأخير فيما يخص إحالة ملفات 10 من الصحفيين المختطفين في صنعاء لمحكمة أمن الدولة؟ طبعا هي محاكمات باطلة لا نعترف بها ونرفض حتى توصيف محامين عضو الصحفيين، لأن هذه محاكمة باطلة من قبل ميليشيات انقلبت على الدولة وعلى الشرعية وعلى القانون وعلى الدستور، وبالتالي كل ما يصدر عن هذه الميليشيات هي محاكمات باطلة ولا يمكن الاعتراف بها، ويعني هي أيضا محاكم هزلية ومسرحيات هزلية تقوم بها الميليشيات لاستهداف الصحفيين، وهي أيضا
لاستهداف من تبقى من الصحفيين الذين بدأوا يرفعون أصواتهم داخل صنعاء وفي محيط سيطرة الميليشيات، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بهذه المحاكم، وستسقط مثل ما سقطت كافة المحاكم التي أجامتها الميليشيات وأسقطتها رغم عنها تحت ضغط النضال الذي يقوم به الزملاء مع زملائهم. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الباسط القاعدي، الزميل الصحفي وشقيق الصحفي المختطف لدى الميليشيا صلاح القاعدي، شكرا جزيلا لك. أشرك معنا في النقاش فيصل علي من ماليزيا. أستاذ فيصل أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. بداية تقييمك لتعامل الحكومة الشرعية مع الانتهاكات التي تطال الصحفيين في سجون الميليشيا وهذه التطورات الأخيرة ربما إحالتهم للمحاكمة، كيف تقيم أسلوب وآليات تعامل الحكومة الشرعية مع هذا الملف؟ الحكومة الشرعية ما شاء الله عليها ما زالت صامتة حتى الآن، كلما زادت الميليشيات الانقلابية من ضغوطها على الزملاء الصحفيين لا نسمع للحكومة شيء، ربما بعض التصريحات المتباعدة والتي لا يعني ليست بحجم الحدث ذاته. يفترض كان على وزير حقوق الإنسان و الجهات المعنية في الحكومة أن يأخذوا من هذه النقطة، أن يأخذوا من يعني من هذا الحدث قضية كبيرة يرفعوها في جميع المحافل الدولية، دور الخارجية، دور وزارة الإعلام، دور وزارة حقوق الإنسان، يجب أن يكون أكبر وأشمل من هذا الدور الهزيلة يعني كما يصفه بعض الزملاء. يفترض أن تكون الحكومة الشرعية اليوم أن تقف مع هؤلاء الزملاء بكل صراحة وبكل قوة، وأن يعني تتدخل لدى المنظمات الدولية وتضغط لأجل إطلاق هؤلاء الناس الذين لا علاقة لهم بالحرب لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن تهمتهم هي يعني أنهم صحفيين وأنهم يعملون في مجال الإعلام في جهة لها يعني لا ترضي الحوثيين ولا ترضي الانقلابيين الذين سيطروا على العاصمه وسيطروا على البلد. طيب خطوه احاله ملفات 10 من الصحفيين لمحكمه امن الدوله، كيف تتابع هذه الخطوه بالنظر الى اجراء سابق ربما كان تم العمل به مع الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، اصدار حكم الاعدام ومن ثم تراجعت الميليشيا وافرجت عنه. ما الهدف من هكذا اجراءات وهكذا خطوات تقدم عليها الميليشيا من وجهه نظرك؟ هو تلاعب بأعصاب الناس، هذه ليست دولة حتى تحيل ملفات الناس إلى محكمة أمن الدولة. من أسقط الدولة لا يمكن أن يحترم القانون ولا أن يكون لديهم محكمة أمن دولة حقيقية. هذه عصابة تريد أن تتسلط على الناس وتضغط على هؤلاء الناس بطرق سيئة. إطلاق الجبيحي كانت خطوة يعني إنسانية ربما يريدون منها بعض الدعاية والإعلان أو الإعلام يعني حتى تكتمل الصورة عند الناس أنهم لا زالت لديهم أساليب إنسانية وأن الصحفي الذي ذهب للتوسط عندهم ما زال كلامه مقبولا، لكن تعاملهم مع عبد الرقيب الجبيحي واعتقاله ابتداء كان جريمة مخالفة للقانون، واعتقال هؤلاء الزملاء مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف يعني بعد سقوط الدولة ومباشرة اعتقلوهم. إذا كانت محكمة أمن الدولة ستحاكم وإذا كان لها من وجود فلتحاكم الانقلابيين ابتداء ولا تحاكم الصحفيين. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل علي، كنت معنا من ماليزيا، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومنتجي هذه الحلقة الزملاء محمد اللطيفي وعبد الرقيب الأبارة، في أمان الله.